السلام عليكم عمي عبد الحميد. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس. عندي طنوبيل هيونداي، ايوه كي كنا نمشي من دوزيام للطروازيام تكراكي. شوف درك نخرج مع بعضنا في الطريق، عقب من دوزيام للطروازيام ونشوف، ومن بعد عقب من بعد نسرح وعقب من كاطريام للطروازيام ونشوفوا باش نفهم شنو هو المشكل. هذه السيارة تاعك صح؟ اركب تشوف. قلت كي تعود تمشي دير من دوزيام طروازيام تسمع تكراكي دير حس. ايه صح. دركا نروحو نجربوها في الطريق. هكذا هاي كراكة. هذه هكذا هذه هي كراكة. هذه هي. عاودوها دير طروازيام صح تكراكي. هاي هاي نمشي. قلت ثاني من كاطريام قد تعقب طروازيام ثاني ديرها. هاي روح كاطريام روح طروازيام تكراكي. هاي خلاص هذه اللي حبيت نفهمها. درك نقول لك واش كاين وشنو هو المشكل تاع اللي هنا. درك نفهمكم، راه قدامي القطع تاع علبة السرعة. هذا راك تشوف في اللي هنا اسمه بينيون بريمير وكاين بينيون سكوندير ولا يقولوا له بينيون داتاك. هذا وهذه لا كورون. شوف هذه لا كورون الكبيره تمشي ديما مع هذا البينيون. شوف مع هذا البينيون الكبير بينيون داتاك يقولوا له كوبل، معناتها امراه وراجل ويسون اوزيني مع بعضات. كون تركب هذا البينيون وتجيب له كورون اخرى تاع نقولوا سياره اخرى مش باخذهم مع بعضات قادر مع الوقت يتكسر، على بها يسموهم الكوبل. هذه باش تكونوا على بالكم برك. دركا راح نشوفوا شنو هو المشكل اللي كي تعقبوا التروس كي تعقبوا الفيتاس يعود يدير الحس. شوف كي تعودوا تمشوا هاكم واش دير. شوف هذا هو الفيتاس كما هذا بريمير هذا دوزيام، بس تكون عندكم نظرة. هنا بومور هنا قبيلة كي كنا في السيارة كي نديرو نقولوا من دوزيام بومور ومن بعد نعقبوا للطروازيام تعقب هاك يقع هذاك الحس. الحس واش من واش هي القطعة اللي تدير فيه؟ القطعة هي سانكرو. هاكم ديما تسمعوا بالسانكرو، انتوما السانكرو تحسبوه هذا هو. لا لا السانكرو موش البينيون، السانكرو ها ورا. هذا هي القطعة تاع النحاس، هذه بالفرنسوية يقولها لو سانكرونيزاتور. سانكرونيزي هو دخل حاجة في حاجة بسهولة. هذا هو اللي يخلي هذو لي بينيون هذا يجي في هذا يدخل لداخل هكذا، وانتم وانتم تمشوا بلا ما تسمعوا حتى حس. هي هذه هي القطعه اللي تسهل اللي نقولوا لها لو سانكرونيزاتور. في كل تروس في كل فيتاس فيها واحد، هاي كما هنا فيها واحد، حتى لهنا كاين واحد هاور. المهم في كل فيتاس كاين واحد، بريمير كاين واحد كما هكذا، دوزيام كاين واحد، تروازيام، كاتريام، سانكيام، سيزيام، إلى المشرير ما فيهش. هذا كما قلت هو اللي يسهل باش تعقب الفيتاس بلا ما تسمع الحس. هذا الحس تسمعوا فيه دركا بصح كي تعود في الزيت ما تسمع والو. شوفوا لهنا السهم هذا ولا الأسهم اللي لهنا كي تتلف يولي ثاني يدير الحس، او الداخل هنا شوفوا هذاك شوف اش راهو فيه كنوريه لكم. شوفوا الخطوط هذوك، الخطوط هذه كي تتلف هنا يتبان مليح بصح كي تتلف اذا ولات اكل كما هكذا هذو الخطوط اللي الداخل اذا ولاو كما هكذا
خلاص تعود ثاني كي تعقبوا التروس تعقبوا الفيتاس تعود دير في الحس كما يقولوا في الاعاده افاده. راكم تطولوا بالزيت، اولا طولوا بالزيت ياسر، وهذاك الزيت يتراكم ثاني لهنا، يتراكم في لهنايا في السنكرونيزاتور، والسنكرونيزاتور يعود ما يدورش مليح، ما يسنكرونيزيش. ثاني يعود لكم الحس مع البقايا هذيك تاع تاع البواط فيتاس والاوساخ والحديد اللي يطلقوا هذو لي بينيو مع الوقت يفز ثاني هذا السنكرونيزاتور. وكي ما تبدلوش الزيت تاعكم، اخرين سقسي بدلتوا زيت ولا لا، يقول لك اه وعلى يتبدل، انا عمري ما بدلته، هو لازم يتبدل. كاين في 60,000، كاين في 100,000، كاين في 120,000، لازم تبدلوه. لهنا كاين بعض الاشخاص ثاني هما اللي يديروا المشاكل لرواحهم، كما قلت يطولوا ما يبدلوش الزيت حتى هذاك الزيت يقدم ويدير مشاكل، هو يطلق هذاك التحثريب تاعو، ترسبات هذاك الاوساخ يلصقوا في كما قلت هنا، ويعود هذا السنكرونيزاتور يكراكي. وكاين بعض الاشخاص اولا يطولوا في الزيت ما يبدلوهش، كاين في بعض السيارات على 60,000 تبدلوا، كاين على 80، كاين على 120، كل صانع واش كيفاش يقول لك بدل. بصح سيارة جد وكل يجيهم هذا 75 دبل في 4 الماركة، دير لي حبيت ما ديرش. بصح كاين بعض الناس وبعض الأشخاص يقول لك روح برك أنا هذا قالي عليا، هذا يدير 200,000 وهذا يدير ربما 40 ولا 50,000، يقول لك دير هذه برك عقب وخلاص. يدير هذا زيت ال اس ا او 90 ثقيلة بزاف، يعود ثاني هذا الغطاء تعود تكراكي، هذه بصفة عامة كي تعقبوا الفيتاس وكراكي هو هذه القطع. اذا نقولوا وصلكم هكذا لازم تنحوا بواط فيتاس تدوها المختص باش يبدل لكم هذه القطع. ولا شريتوهم ما تشروش تاع لاشين، اشروا يا دورجين يا اشروا تاع لاكاس. تاع لاكاس كي تشريها وتعود مليحه ما فيها حتى ضربه وكما تبان كما هذه، رانا جربناهم صالحين ما كان فيهم حتى مشكل. في الاخير ان شاء الله راكم استفدتم من هذه الفيديو، نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناة يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. سلام.